عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم حديث صحيح مسلم أوري خولة وحيلاضها بنت حكيم رسولك عليه الصلاة والسلام أيها كم مخلوق ضهايا قفكي ميل دقة من نزل منزلا قفكي ميل دغا غوري ميل بنان اديغو اون قفكي ديغان دغا كديمنا او دهو يعني اعوذ بكلمات الله التامات وحن الهي كلمات كيسو دمهستران كمغان غلايا من شر ما خلق وحول بو ابو رو شرتودا اي كمان غلايا رسولك عليه الصلاه والسلام وحو ليه لم يضره شيء وح حبيراته ديبا كوما دعايو شيء وح وير ديبا كما دعايو قفكا ما تابانايو حتى يرتحل من منزله ذلك الا اميشا او كغورو كتبو سدا درتيدا غريات هشي اما ديبستاي اما ادكريستاي اما ميل ايا مسافر كوتاهي سفر كوتاهي وادكتي سيده دونتبا اهاتو ميل ولبا marka aad joogtid aad degaysid ama aad ku hoyanaysid isku day inaad adkaartaasi ama ducadaasi akhriisatid si ilaahi tabaaraka wa ta'aala aad u haatid mid ku jira xifdintiisa wax dib ana inu ku taaban xusuusnow إن رسولك عليه الصلاة والسلام يري لم يضره شيء وحبيرته لبأكم مدعا يقف كاسي